هذا الفيديو هذا منقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول نصائح للناس اللي مازال تيخدموا على 1000 مشترك، والقسم الثاني بالنسبة للناس اللي خدامة على 4000 ساعة، والقسم الثالث بالنسبة للناس اللي تفعلت القناة ديالهم وبغاو يحصلوا على عدد كبير ديال الدولارات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، تحية طيبة وشكرا لكم على متابعتكم وعلى الدعم ديالكم المتواصل لقناة بن سبع تي في. هذه القناة اللي منذ إنشائها وهي في تقدم متواصل، الحمد لله هو مستمر، والفضل يرجع من بعد الله تعالى ليكم ولمتابعتكم ولدعمكم ولتوجيهاتكم والنصائح ديالكم، فرح نكون شاكر لكم جزيل الشكر. الإخوان، كنتمنى من الناس اللي عندهم شي انتقاد او توجيه ولا شي حاجه خليو لنا في التعليقات. شكرا بزاف، التعليقات ديالكم تنقراها كلها وتنكون فخور بها، وهي كلها يعني تعليقات ايجابيه وتعليقات مشجعه ومحفزه، فتشكركم بزاف الاخوان والاخوات على المجهودات ديالكم. الا كنتو الناس اللي معنا في المجموعه ديالتنا او كنتي من غير المجموعه ديالتنا، مرحبا بك، زيد تواصل معنا، دخل، راه غادي تلقى في الوصف العناوين ديال المجموعات ديالنا باش ممكن ندخلوك معنا للمجموعه اللي تنخدمو من خلالها على تحقيق اشياء اللي ما يمكنش تحققها في شي مجموعه اخرى. فادخلوا وواصلوا معنا العمل، نشرحوا لكم الطريقه ديالتنا باش تخدموا معنا وتفاعلوا معنا اكثر واكثر. بغيتي 1000 مشترك غادي تحصل عليهم في واحد الظرف قياسي، ولكن اهم نصيحه الاخوان وهو تكون صادق وتكون تحترم الناس وتكون يعني داخل معنا لأجل باش تفيد وتستفد، ما تكونش داخل باش تستفد انت والناس ما يستفدوش منك، لا بالعكس تكون تتفيد وكتستفد. كنتي بتحصل على 4000 ساعة، أمر جد سهل وبسيط جدا، ممكن تحصل عليها في خلال بعض الوقت معين، يعني أقل من شهرين ربما تقدر تحصل على 4000 ساعة إلى وصلتي العمل معنا وإلى دخلتي وخدمتي معنا من خلال الجماعة. فيد الله مع الجماعة الإخوان، دخلوا وواصلوا معنا العمل، واكيد باننا كلنا غادي نحصلوا على النتائج الايجابيه اللي بغينا. اول حاجه كنديروا من بعد ما كننشئوا القناه ديالنا وكنرفعوا عليها اول فيديو، وهو كنهزوا هذاك الرابط ديال هذاك الفيديو وكنبداو كنصيفطوه للناس اللي كنعرفوا، الاصدقاء، الاقارب، العائله، ها هو الفيديو ديالي، ها هي القناه ديالي، دخلوا اشتركوا عندي، دخلوا تبقاو تدخلوا الناس اللي اشتركوا عندك. ممكن بهالطريقه هذه تحصل على واحد العدد ديال المشتركين، 50 مشترك، 100 مشترك، حتى ال200 مشترك، انما ما غاديش يمكن تحصل على 1000 مشترك اللي هي الشرط الاول ديال اليوتيوب. فاشنو كنديرو؟ كنبداو كندخلو على المجموعات ديال التبادلات اللي كاينين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كنبداو كندخلو هذوك المجموعات، تنصيفط ليا الرابط، نصيفط لك الرابط، اشترك عندي، نشترك عندك، جوج دقائق، شوف ليا دقيقه، وهذاك الشيء اللي نتوما عارفين كاملين. بهذا الامر هذا كتدخل بحال كتدخل لواحد الحلقه مفرغه، يعني كتبقى كدور غير في بلاصتك. تلقى خدمتي على واحد العدد ديال المشتركين اليوم كتلقاه طار النهار الاخر، خدمتي على واحد العدد ثاني النهار الاخر كتلقاه ثاني طار النهار الموالي، وهكذا انت غادي متواصل. تقول انت الناس يحيدوا لي الاشتراكات ديالهم، كاين شي ناس اللي تيشوف بحال هكاك تيقول انا غشوني حتى انا غادي نمشي نحيد الاشتراكات، تبدا تحيد الاشتراكات للناس وتتبقى هكاك هذوك الناس كاملين تيدوروا في هذيك الحلقه المفرغه كي قلنا، وحتى واحد ما تيحققش نتيجه ايجابيه. السبب الرئيسي ديال نقص عدد المشتركين راه السبب الرئيسي وهو عدم المتابعه من بعد، يعني اننا مثلا انا اشترك عندك دابا في القناه ديالك، شاهدت لك دقيقه ولا جوج دقائق واشتركت عندك، ودازت واحد المده معينه ما عاودتش دخلت وشاهدت لك شي فيديو، نزلتي الفيديو الاول، الثاني، الثالث، كتنزل انت الفيديوهات وكيطلعوا عندي الاشعارات، الا كنت داير الجرس كيطلعوا عندي الاشعارات، ولكن ما كندخلش كنشاهد لك هذاك الفيديو. فمن طبيعه الحال محركه اليوتيوب من بعد واحد الفتره معينه ملي ما تيكونش شي متابعه كتلغي هذاك الاشتراك ديالي، فهذه امر طبيعي، وهذا هو اللي السبب الكبير اللي كينقصوا منه عدد المشتركين. السبب الثاني وهو مثلا ان يقوم اليوتيوب بالغاء هذاك الحساب، او لا حذف هذاك الحساب، او لا هذاك السيد يحذف هذاك الحساب، فهذا كذلك غادي ينقصوا من المشتركين عندك. حاجة أخرى اللي هي كتكون يعني قليلة، ممكن تكون قليلة بزاف، وهو هذاك الشخص ما غاديش يرغب باقي في الاشتراك معك وغادي يحيد بوحدو الاشتراك ديالو، هذه غتكون ظاهرة قليلة بزاف، لأن هذاك الاشتراك راه غير ضغطة زر، يعني ما كاينش شي حاجة فيها اللي فيها شي خسارة ولا فيها شي تأثير على شي حساب ولا على القناة ولا شي حاجة. فلو أنك تشترك في 1000000 قناة ما كاينش المشكل في هذه المسألة هذه.
فأهم نصيحة ممكن نوجهها لكم الإخوان الأخوات، وهو غادي تشوف وسائل التواصل الاجتماعي وغتشوف مجموعات اللي كتهتم بهذاك الشيء اللي كتقدم انت. فمثلا كنتي عندك قناة كتهتم بالشعر مثلا، فغادي تدخل راه كاينين مجموعات اللي كيهتموا بالشعر في الفيسبوك، في التليجرام، في الانستغرام، في جميع وسائل التواصل غادي تلقى يعني مجموعات اللي كتهتم بالشعر وبالكلمة وبهذا الشيء هذا. فإلى صفتي انت الفيديو ديالك فيه محاولة شعرية مثلا ديالك، كنت متأكد بأن غادي يدخلوا الناس لأنهم هما تيهتموا بهذاك المجال. وإلى اشتركوا مع عندك هذوك الناس تأكد بأنهم غادي يكونوا مشتركين حقيقيين، لأنهم غادي يبقاو يتابعوا دائما الجديد ديالك هذوك الناس، وغادي يبقاو دائما مقبولين. عندك قناة ديال الطبخ كذا ومثال، دخلي أختي أو أخي المجموعات اللي كيهتموا بالطبخ، وبقى كتصيفط الفيديوهات ديالك، وما تعمرك توقف أو لا تحبس من أنك تحاول تشهر القناة ديالك بأكبر عدد ممكن من الوسائل. يعني ما توقفش على واتساب، على فيسبوك، على أي حاجة. الناس اللي كتقول لك لا راه الروابط، ما الروابط هذه هي كلها هضرة خاوية. الرابط ديالك ممكن تصيفطه فين ما بغيتي، ممكن تصيفطه للأصدقاء ديالك في المجموعات ديالك. هذا أمر ماشي ما كيضرش، بالعكس الحاجة اللي كتضر هي أنك تكون واقف بلاصتك، هذه هي اللي ما كيشجعكش عليها اليوتيوب. اليوتيوب كيبغي صاحب المحتوى ولا صاحب القناة اللي كيعرف كيفاش يسوق للقناة ديالو، ويعرف كيفاش يوصلها لأكبر عدد من الناس. فكون متأكد إذا كنتي كدير هاد العمليات هادو، راه غادي تكون مرغوب عند اليوتيوب أنه يفعل الربح على القناة ديالك بكل سهولة. الإخوان والأخوات، ثلاث نصائح دابا اللي قدمنا بخصوص الألف مشترك، أو لا بخصوص رفع المشتركين على القناة ديالك بصفة عامة. إلا عندك 1000 مشترك وبغيتي تزيد مشتركين اخرين، فهذه نصائح تهمك. اول حاجه انني نخلي هذوك الناس اللي غادي يشتركوا عندي يحبوني ويحبوا المحتوى اللي كنقدم لهم ويبغيو القناه ديالي باش يشتركوا عندي. ثاني حاجه وهو نبحث على المشتركين الحقيقيين، نبحث على الناس الصح، على المشتركين الحقيقيين اللي غادي يشتركوا عندي، يعني الناس اللي كتهتم بهذاك المحتوى اللي كنقدم انا في القناه ديالي. ثالث حاجه وهو نسوق قناتي اكثر، ونحاول ننشر قناتي اكثر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، نحاول نوصل لها ونصيفط فيها القناة ديالي اكثر. هذه ثلاث نصائح هاني قلتها لكم في خلال هذا الفيديو هذا، على امل ان شاء الله نزيد في نصائح اخرى. اذا لقيت شي طلبات بخصوص هذا الامر هذا في التعليقات، فراه غادي نقدم لكم نصائح ان شاء الله تكون عملية الى اقتدر الحال. بخصوص ال 4000 ساعة، ممكن تجمع 4000 ساعة ولو أنك تبالك أمر صعيب وكثيرة، ممكن تجمعها بكل يسر وبكل سهولة. إذا أنت مثلا بديتي كدير حلقات ديال البث المباشر بشكل يومي، بشكل أسبوعي، بشكل يعني في وقت ما تهيئ لك دير بث مباشر. إنما أنا كندير بث مباشر وممكن تحضروا معايا 5 الناس 6 الناس، لا، عندنا الحل من خلال المجموعة ديالتنا اللي مشكلينها، واللي كندخلوا كنحضروا مع الناس اللي كيديروا البث المباشر، وحتى هما النهار اللي كيديروا البث المباشر ديالهم تنحضروا معاهم، وحنا النهار اللي كنديروا البث المباشر تيحضروا معانا. فدايرين واحد الرابطه ما بيناتنا حنا، واحد المجموعه اللي رائعه وزوينه بزاف، تندخلوا وتنديروا الحفل ديالنا وتنحضروا مع بعضنا وكندرجوا وكندوزوا وقت ممتع مع بعضنا. وبهذيك الطريقه الناس كيحصلوا على واحد العدد كبير من الساعات المشاهده على القنوات ديالهم. فهذا امر كذلك غادي نوجهه للناس اللي كتقلب على 4000 ساعه، البث المباشر والعمل على البلاي ليست او قائمه التشغيل، راه ترفع عدد الساعات، وممكن في خلال المده ديال اقل من شهرين تحصل على 4000 ساعه. واحد النصيحه بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيستعنوا بشي ناس اللي كيدعيوا انهم كيبيعوا الساعات، او تطبيقات كذلك كيدعي اصحابها انها كترفع عدد المشاهدات ولا عدد الساعات على القناة، فهذا كامل الإخوان هادشي كامل ما كنصحكمش به، لأن هادشي كامل مخالف لسياسات اليوتيوب. وخصنا نعرفوا كاملين بأننا حنا خدامين مع واحد الشركة اللي هي شركة عملاقة في هذا المجال هذا، شركة يوتيوب التابعة لشركة جوجل، هي شركة عملاقة يعني، وممكن يعرفوا أي حاجة بخصوص القناة ديالك، مصادر المشاهدة، يعني أي حاجة درتيها في القناة ديالك راهما تيكونوا أول ناس يعرفوها. فانت راك ما غاديش تكون ادكى منهم باش غادي تدوز عليهم واحد الحاجه، كون نيشان وخدم معاهم نيشان باش تبقى ان شاء الله القناه ديالك دائما غدا في الصعود. اما بالنسبه للاخوان والاخوات اللي مفعل الربح على القناه ديالهم وبغاو يحصلوا على واحد العدد كبير ديال الدولارات على القناه ديالهم، فالنصيحه اللي غادي نوجه لكم الاخوان
وهو العمل المتواصل على القناة ديالك من خلال أنك تنزل فيديوهات بشكل يومي أو لا كل يومين تنزل فيديو، إنما ما غاديش تبقى سيمانة أو 15 يوم عاد تنزل فيديو، فهذا يعني غير إيجابي بالنسبة للقناة ديالك. نزل فيديوهات بشكل يومي لا استطعتي، بكل يومين لا استطعتي، إنما حاول ترفع من وتيرة تنزيل الفيديوهات في القناة ديالك، باش بهالطريقة هذه تحصل على واحد عدد كبير ديال الدولارات. وكان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى باش نكون قدرت نقدم لكم شي حاجة اللي تفيدكم الإخوان والأخوات. شكرا لكم على المتابعة ديالكم لنا، وكنتمنى إن شاء الله نتلقى معكم في فيديوهات قادمة، وأنتم في كامل الصحة والعافية بحول الله تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.